ان شاء الله على 30/6 اللي جاي تبقى التبطين بتاع محافظه المنيا يبقى كله منتهي باذن الله، وبالتالي تبقى نموذج بين المحافظات. طبعا احنا قابلنا اخواتنا المزارعين وقالوا على يعني هيفرق معهم المشروع ده في ايه، في توصيل الميه، في تقليل الهدر، في تحسين البيئه، الميه نظيفه بتوصل له، بتوصل بسرعه، بيقلل الزمن بتاع تشغيل المكنه بتاعته، بالتالي بيوفر في التكلفه بتاعت البنزين. احد المزارعين قال لي بيوفر له 1500 جنيه في السنه، ده غير سعر الارض اللي هو زاد 20-30% نتيجه المشروع ده. بس المهم مش ان احنا نعمل المشروع والدوله صرفت عليه كتير والناس عارفه، المهم ان احنا نحافظ عليه كمواطنين اولا ومسؤولين ثانيا، انما ده ملك الناس، حاجه معموله للناس وملك الناس. الحمد لله محافظه المنيا فيها حوالي 492 كيلو من بدايه المشروع لحد النهارده، والضاف كمان 100 كيلو زياده. الانجاز فيها حوالي 65% من ال 492 كيلو بمبلغ 1.373 مليار جنيه. المشروع القومي لتبطين الترع على اطلاقه فخامه السيد الرئيس هيعم بالخير على كافه اهلينا المزارعين والفلاحين. هذا بالاضافه لتاكيد الكلام معالي الوزير، تبطين المساء الخاصه ده هيبدا ان شاء الله، والرش طبعا والري بالرش بالتنقيط والرش ده هيوفر اكتر في السماد وهيعود بالفايده على كافه الفلاحين هنا عندنا ان شاء الله.